يحاول شاب التقرب مني وأنا لا أفتح المجال له. خالتي حنان، دخلت الجامعة ولم أختلط بالشباب أبداً. يحاول شاب التقرب مني وأنا لا أفتح المجال له. مرت سنة وما زلت أراه يحاول التكلم معي بدافع الإطمئنان عني وما إلى ذلك. الآن أشك في حبي لقريبي الذي أحببته منذ صغري وقبل أن أدخل الجامعة. عمري 19 عاماً، وبدأت أتساءل، هل أحببته أم أحببت طريقته بحبي؟ أهتم لكل شخص يهتم بي، لا يمكنني مبادلة المشاعر الجميلة بعكسها، وهذا من شأنه أن يؤثر على اتزان قلبي. قريبي يحبني منذ 3 سنوات، هو في مدينة أخرى وبدأ بمراسلتي، وعندما شعرت بأنه يكون لي مشاعر خاصة بدأت أبتعد ولا أرد إلا بالكلمات المختصرة. وهذا الشاب الجديد يستمر في التقرب مني حتى أني لم أعد أعرف من أحب.